اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده صدور الفراخ دايما محددين اقامتها عند ان احنا نعملها بيكاتا، نعملها سكالوب ببانيه، نعملها كفته. النهارده جاي على بالي اعمل صدور الفراخ محشيه بالخضار والجبنه اللي بيسموها في المطاعم الغربيه الكوردن بلو. هنشوف نعمله مع بعض ازاي بطريقه بسيطه وسهله، وسهل عليكي ان الحشوه ما تطلعش من صدر الفرخه لغايه لما ناكله مع طبق مكرونه سباكيتي بالبقدونس. بقدونس يا اخوانا مفيد جدا وقيمته الغذائيه عاليه جدا. طبعا البقدونس زيه زي الريحان، ولكن الريحان ممكن ما تلاقوش دلوقتي او مش الموسم بتاعه. احنا البقدونس بديل له مع تومه مع كريمه لباني، هنعمل طبق مكرونه جامد جدا. ولكن الحلو النهارده اشوفك في المشمش، مربة المشمش. مربة المشمش لما نحط عليها معلقة قشطة الصبح كده والفطير المشلتت او العيش الفينو وسندوتش كده بالواحد ما ينزل على السلم بتاع البيت هياخدوا درجتين حتى لو هو 10 ادوار. مربة مشمش وقشطة احلى فطار الصبح مع كوباية شاي. هنعمل مربة المشمش بالجنزبيل ونشوف شخصيتها بتيجي من مادة جيلاتينية ولا من القوام بتاع المشمش. اكيد في تفاصيل، تفاصيلنا صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. لما بقول معنى كبير وطعم جديد يعني بأقل تكلفة ممكنة ممكن تخش المطبخ بتاعك وتعملي كل اللي نفسك فيه، لأن معاكي شيف شاطر تقدري تعتمد عليه في مطبخك. تعالوا مع بعض نعمل سباكيتي. الأكل نصها معتز دي قبل الهوا. أنا كلنا كده كنا أطفال صغيرين نشوف ناكل الإيه؟ البشاميل ناكله بالمعلقة، ولا خلطة البيتزا. الاسباكيتي دي نفتكرها مثلا حاجه كده كريسبي، حاجات كده عادي الواحد يرجع للطفوله، ايه المشكله؟ تعالوا نعمل طبق مكرونه يا اسباكيتي بتكنيك عالي من الخبره الطهويه. نحط المربى كده وناخد النار الشديده دي كده ونشيل دي من هنا، والطاسه دي اخبارها ايه؟ زي الفل. تمام، اول حاجه بحط معلقتين من الزيت. حلو قوي. شوف بقى الطريقه بتاعت عمل المكرونه دي. معلقتين من الزيت، بحط في الطاسه بصلايه ناعمه، واقلب كده. مش هستنى على البصله دي لما تاخد لون، بس كده يعني تشرب شويه الزيت مع مكعب الزبده. وانا بقلب كده فص ثوم حلو. طريقه سهله لعمل المكرونه تقدر تعملها في البيت. حلو بالشكل ده كده. عندي شويه ريحان ورق حلوين في سكتي باخدهم كده، ريحان الاخضر الحلو ده كده زي ما هم كده. الله. في قلب البصله والتومه ونقلب. البصله خدت ريحه الريحان، والتومه خدت ريحه الريحان، والريحان خد طعم البصل والتوم، اصبح في نسيج الابداع هنا في قلب الطاسه وفي قلب الحله. مع مكعب الزبده. شفت الحلاوه دي كده؟ زي الفل يا عم الشيف. اخد المكرونه الاسباجيتي دي كده. المقادير على الشاشه، يلا اكتبيها ورايا. مقادير المكرونه الاسباجيتي: مكرونه خبره طهويه اللي هم شويه الحب، ومعانا زعتر، ومعانا ريحان، ومعانا بقدونس، ومعانا كمان يا عم الشيف ايه؟ الكريمه اللباني. هناخد المكرونه بتاعتي دي كده، الحل اخبارها ايه؟ اخد المكرونه بالشكل ده كده. يلا الله عليك يا عم الشيف، جديده دي يا مغازي، الجديد دايما تلاقوه عندنا. شفت انا بحط المكرونه عاكس معكوس، عشان ما تعجلش. تاني. بلعب انا. لما تكوني واثقة من نفسك في المطبخ بتبدعي. تعالى مش هزعلك، خليك هنا. يلا زي الفل يا عم الشيف. دي مكرونة؟ مكرونة مكرونة مكرونة. مية بتغلي، غطى حلة معايا. حلو، لازم تكون ميه بتغلي من فضلك هنا. شويه الملح التمام على المكرونه، شويه الفلفل التمام على المكرونه، وانزل بالميه المغليه.
الله، بس خلاص وهزها هزة كده بس وغطيها، دي نغطيها بقى ونسيبها شوية، ناخد الغطا ده ونحط الغطا ده هنا حلو، بس خلاص ونرفع المية دي من هنا عشان الدنيا تبقى رايقة. شوف احنا عملنا ايه، عايز تشوف المكرونة؟ عينيا هوريك المكرونة قبل ما اطلع فاصل. بص المكرونة حاطط المية بتغلي فمباشرة لازم على طول تشوف الغليان اللي قدام عينيك. شفت شفت المكرونة؟ شفت المكرونة؟ دي مكرونة سباكيتي، هتشوفها دلوقتي بشكل تاني وبطعم تاني. أنا عايز تستوف شوية المية دول، مش عايز أشوف المية دي بعد السوى. تعالوا شوفوا احنا أنتجنا إيه. بداية من المكرونة السباكيتي مخرجنا عايز يشوفها لازم شوكة كبيرة. بدأت المية تتناقص والمكرونة تبان إن هي مكرونة والريحان في قلبها. شفت الحلاوة دي كده أهو، الله، مكرونة خفيفة كده هنقدمها دلوقتي مع الفراخ بتاعتنا. تعجن مين يا طيب؟ شفت؟ ما أنا حاطط إيه بقى؟ مكعبين زبدة مع شوية زيت. أغطيها تاني، نروح عند المكرونة جاهز، يلا، الفراخ كده جاهزة، فلة. تعالوا مع بعض، ايه الاخبار؟ شوفوا الصوص ده كده شوفوا شو الصوص دول، هم دول هعمل ايه؟ شوية مكرونة من دول كده، الله عليك وادورهم كده في قلب الطاسة وينزلوا تاني كده، مبدع يا شيف والله. هو ده اصبحت الفراخ، المكرونة خدت طعم الايه؟ الفراخ. واخد كده هنا، وتعالوا نكمل مع بعض المكرونة عشان وقتنا خلص. معايا بقدونس اهو، الله، ينزل هنا ونقلب كده. شفت شوية المكرونة دول بقى؟ دوري في الكتب، دوري في الكراريس مش هتلاقيه. الملح حطه في الأول يا غالي، فلفل حطه في الأول يا غالي، كريمة لباني جات لها طعم الفراخ في قلبيها. نغرف المكرونة بتاعتنا هنا، الله، فين الطبق؟ لازم يكون طبق شياكة للمكرونة دي. بسم الله، ده عدل الفراخ اللي معانا دي كده. بسم الله الرحمن، يلا هو ده، تاكلي صوابعك وراه، لا لحمه ولا فراخ. روى عليها كده، روى عليها يا عم الشيف، ده مهم جدا الصوره الحلوه. والله انت عندك كذا صوره حلوين، عندك الفراخ حبيبي مهم جدا وانت بتقدم الاكل بتاعك يكون فيه لمسه فنيه. اللمسه الفنيه دي بتقول انا بحبكم قوي، خلي بالك برساله يعني للناس، ضيوف حبايبك، انا بحبكم قوي. اللي هم ما يلاقوش عود البقدونس في قلب المكرونه، ما يلاقوش دبوس الكيس بتاع الفول السوداني ولا اللوز اللي كان متدبس في قلب الحشوه، الحاجات دي كلها بتحصل بس غصب عنك طبعا، مش مقصوده، ولكن اهتمامك للمطبخ وتركيزك للمطبخ مهم جدا. المكرونه حكايه، تيجي ناكل مع بعض؟ شوف انا باكل المكرونه ازاي يا شفيق، بجيب المعلقه والشوكه وامسك المكرونه كده كده، شوف الحلاوه دي كده، بص الحلاوه، لا لا بص بص شفت بص اللفه دي على فين؟ بص بص على فين؟ على فين يا بطه؟ اروح اكل؟ طيب اعملها كمان مره؟ حاضر يا فندم، والله اعملها لك. شوكه بايدك اليمين والمعلقه واخد شويه سباكيتي حلوين كده والفها كده يوم ما نسقطش على الكرافات. شفت؟ الف انا وشفت، يلا بينا. حلقتنا النهارده فيها شوية كلام كتير، سامحوني ما بقدرش اسكت لما بلاقي معلومة غير معلومة ما اقولهاش، ما بقدرش اسكت لما الاقي حاجة حلوة اقولها لحضراتكم، اتعودت على كده وده اسلوبي وعاجبكم الحمد لله وراضيين. عملنا مربة المشمش لطيفة وجميلة بتكنيك حلو وبطعم بطعم تاني،
عملنا صدور فراخ بيسموها في المطابخ الغربيه كوردون بلو، المطبخ الفرنسي يعني يسموه كوردون بلو، احنا هنقول فراخ محشيه بالجبنه والخضار زي ما حضراتكم شفتوا مع خضار سوتيه. عملت طبق مكرونه، مكرونه المغازي زي ما شفتوها كده، بعشقها، خفيفه على المعده وخفيفه على الجيب، يعني رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.